بسم الله الرحمن الرحيم. تحية نضالية، تحية حقوقية لجميع المناضلين ومناضلي الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان المغرب. اليوم رحنا أمام عمالة سيدي سليمان على لهب هذه الأراضي الجماعة السلالية اللي هما داروها وزيعة وقسمنا بيناتهم والناس مساكنها هما قاعدين كيضيعوا. اللهم هذا ممكن كنقولها. نحن في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان المغرب ندين بشدة على هذه الأراضي اللي تلهبت لهاد الناس هادو، تلهبت لهم الناس عندهم 2000 3000 هكتار وهو مسكين ما كيلقاش باش يعيش. اللهم هذا ممكن. حنا الصوت ديالنا كنطلبوا بس الصوت ديالنا يطلب يوصل لوزير الداخليه، يوصل لجلاله الملك بان ما بقاش حاجه اما وزير الداخليه ولا جلاله الملك باش يكون واحد التدخل عاجل باش ينصبوا هاد الناس هادو ويعطيهم الاراضي ديالهم. وتحيه نضاليه للجميع. ها انتم كتشوفوا الخريطه اللي فيها واحد 1200 هكتار 1200 هكتار. شوف ها انتم 14000 هكتار 14000 هكتار. وتحيه نضاليه للقناه شوف طريس. السلام عليكم. اليوم صفتنا جمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، جينا اليوم صفتنا جمعية، جينا اليوم درنا وقفة هنا في العمالة قدام عامل جلالة الملك وقدام هاد الموظفين هادو اللي حنا كنجيو. هذه هي المرة الثالثة اللي حنا كنجيو لهنا كنديروا وقفات وكاين حتى شي أذن صاغية. هاد الناس نهبوا لنا الأراضي ديالنا وداو لنا المدخرات ديالنا وحرمونا من حقنا كسلاليين. هاد الناس عينا ما نديرو في وقفات وهاد الناس ديما كيقولوا ان حنا غادي نوصلوا معاكم الحل وما كاين حتى شي حل. هاد الناس كيكذبوا علينا وتيراوغوا. هاد الناس عينا بالتماطل ديالهم وعينا بالكذوب وعينا بالوعود الكاذبه. دابا من هاد المنبر هذا حنا كسلاليين محرومين من التسلاليات ديالنا. هاد الناس اليوم كنتمناو من وزير الداخليه ومن عامل جلاله الملك تكون شي التفاته لهاد الناس. دابا حنا بصفتنا مواطن باش كنوقفوا هنا وما كاينش ما كتحققش لنا المطالب ديالنا. اذا هاد الناس هادو عندهم اليد مع جميع هذا النهابه وهما وجميع الشفاره اللي كيديو الناس الاراضي السلاليه ديالهم. وهاد الناس تحرموا المواطنين من حقهم المشروع وداو لهم الاراضي ديالهم. هذا خير دليل ان عندنا 14670 هكتار تملكت منها 36 هكتار. اولاد بن العيد جاتهم 120 متر وحنا جاتنا 700. بغينا دابا من المسؤولين الكبار وكنتمناو من جلاله الملك امير المؤمنين اللي كيحمي الدراوش وتيحمي الشعب ديالو. فينك يا امير المؤمنين؟ واش ما كتسمعش الاصوات ديال الشعب ديالك اللي قاعدين هذا محقورين؟ حنا محقورين في بلادنا، حنا ضايعين في بلادنا، حنا حقوقنا مهضومه. واش حنا ماشي مغاربه؟ هاد الناس بغاو يجردونا من مغربي ديالنا. حنا كنطالبوا جلاله الملك محمد السادس نصره الله من هذا المنبر، الا كنتي كتسمع يا جلاله الملك خذ لنا حقنا من هاد الديكتاتوريين من هاد العنصريين. راه زمان ديال العنصريه راه ما بقاش، ولكن حنا راه باقيين عايشين فيها، باقيين عايشين في العنصريه، باقيين عايشين في الحقره. خير دليل ان نهار 15 شباب راه ماشي لخاطرهم بغاو يهاجروا البلاد، لانهم عايشين في الظلم وعايشين في الحقره وحقوقهم ضايعه. واش حنا بغيتينا جلاله الملك نخرجوا من هاد البلاد؟ واش حنا ماشي مغاربه؟ واش ما تتجردونا من مغربي ديالنا؟ قولوا لنا باللي حنا راه ماشي مغاربه وغنهزوا يدينا وغنخرجوا حنا من هاد البلاد. راه ما يمكنش حنا بلادنا وحنا محقورين وحقنا ضايعوا كل شيء والنهابه والديكتاتوريين قاعدين تيديروا اللي بغاو. راه كاينين اللوبيات يا جلاله الملك، راه كاينين اللوبيات اللي وراء هاد الشيء كله. راه اش غنقول لك؟ راه منطقه الغرب منطقه سوداء. أرجوك ثم أرجوك يا جلالة الملك شي التفاتة مولوية سامية. راه هاد راه عالم هنا، راه عالم، راه حنا عايشين بحالنا في كولومبيا. راه حنا هذا
العصابات راه عصابات هادو، واش هادو اللي نهبوا الاراضي كلها وداوها وما كاين حتى شي محاماه تتبعوا حتى شي محاسبه ولا اذن صاغيه؟ شنو هو هاد الشيء؟ متتبعي جريدة ديسبريس الإخبارية، مرحبا بكم أينما كنتم. نواكب لكم البث المباشر من الوقفة الاحتجاجية أمام مقر عمالة إقليم سيدي سليمان، والذي يقودها مكتب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بجل الفروع لجهتي الرباط سلا القنيطرة وجهة فاس مكناز، يعني كيأزروا ضحايا خروقات فاسده هنا بمنطقه الغرب. هذا كما يعني سمعتم متتبعي جريده ديسبريس الاخباريه، يعني كاينه خروقات بالجمله هنا داخل منطقه الغرب واللي يعني كيقودوها لوبيات الفساد. كنتمنى يعني من السلطه المحليه بانها تدخل باش تاخذ المجرى ديالها في هذه الخروقات. لأن بسم الله الرحمن الرحيم، تحية نضالية، تحية نضالية كل مناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب. تحية نضالية لكل شرفاء داخل هذا الوطن. تحية نضالية لكل السلاليين والسلاليات عبر ربوع الوطن، وخصوصا من منطقة الغرب. هذه المنطقة اللي تنتواجدوا الآن نحن أمام العمالة ديال سيدي سليمان. أمام العمالة ديال سيدي سليمان اللي تطرح علامة استفهام حول الأراضي السلالية، حول ذوي الحقوق، حول الفضائح اللي كاينة في الأراضي السلالية، حول الحقوق ديال السلاليين والأراضي ديال السلاليين. لا يعقل أن أزيد من 14000 هكتار وتيجي في النصيب ديال ذوي الحقوق 120 مترو. لا يعقل أن التوجيهات الملكية السامية جات بهذا البرنامج، وجات البرنامج ديال التمليك، وكذلك حتى في إطار هذه الأراضي السلالية والكراء ديال الأراضي السلالية، فرجاء لأغراض شريفة، أغراض مقصودة كانت من عند جلالة الملك، اللي هي إخراج هذه المناطق من الفقر وإخراج أبناء السلاليين من الفقر. ولكن الأسماك الكبيرة والتماسيح كلات الحق ديال الفقراء، كلات الحق ديال السلاليين، فزادهم فقرا على فقر. الآن الأوضاع في القصيبية، في عامر الشمالية، في الرميلة، في عامر السفلية، يعني في ولاد رحو، مجموعة ديال المناطق على مستوى الغرب لا تبشر بالخير، لأن الأوضاع الاجتماعية مزرية، الفقر، البطالة، في حين أن هاد الناس هادو عندهم الآلاف ديال الهكتارات والآلاف ديال الهكتارات، ولكن يعيشون الفقر، يعيشون الفقر أمام جبروت ديال كبار الملاكين اللي استحوذوا على هذه المنطقة، زرعوا فيها اللافوكا
زرعوا الفريز وقاموا باستنزاف الفرشة المائية، حتى الماء اللي يشربوه هاد الناس حرموه منهم، حتى الماء اللي يقدروا ان هاد الناس يشربوه ما بقاش عندهم، لان تم استغلال هاد الاراضي لشكل بشع هنا في منطقة الغرب. شكرا لكم. كان تصريح الاستاذ اسماعيل خلفور عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حنا سيدي كنطلبوا المطالب ديالنا، عرضنا ويزنوا معنا النواب، بغينا النواب والمسؤولين ينزلوا، خليناهم ينزلوا، أراضينا تنهبوا، لا فلوسنا لا ديالنا بقى، لا وجهنا تنقى. واش النايب يمشي يكري ويمشي ياخذ هو، حنا يعطينا 120 هو ياخذ 400، هو ياخذ 2000، هو ياخذ 3000، وياخذ غطار وياخذ 400. ويقول لنا الفلوس اليوم غداو الفلوس ما كايناش. اليوم اسيدي بغينا ارضنا، راه غنكريو حنا، نكريو حنا فقراء، ولادنا ولا يحرقوا، ما جبروا فين يخدموا. وهذا منكر، وهذا منكر، والعداوة والعداوة على الله، والعداوة على الله، والعداوة على الله. ولادنا ولادنا هذا منكر عباد الله، والنواب يهبونا والدولة ديالنا وحرونا من السر. لا حول ولا قوة الا بالله. اخواني اخواتي سكان مدينة سيدي سليمان، هنا ولينا كنتعرضوا للحقرة والظلم من طرف هذا العامل وهذه العصابات، من طرف هذا العامل وهاد العصابات. يعني هذا العامل دار يدو مع العصابات، يعني دار يدو مع هاد العصابات المنتخبه، ولينا كنتعرضوا للاعتداء والنهب
لان كنتعرضوا للاعتداءات والنهب والفساد من طرف هذا العامل هذا عبد المجيد الكياك. دابا ما بقيناش عندنا حق في الاراضي السلاليه وما بقيناش كنستافدوا وما عمرنا استافدنا وما كنعرفوش هذا الشيء شنو هو. ما كاينش مسؤول اللي غادي يتحاور معاك وما كاينش مسؤول اللي غادي يهضر معاك، المسؤول كيتعدى عليك الزرواطه وترق عليك المخازنيه وترق عليك هذا، وهذا هو المشكل. انا مني جا هذا العامل دابا 8 سنين هو في الاقليم وما كاينش شي حاجه يذكر، يعني 8 سنين قلبتي المدينه كتلقى رجعت اللور 100 سنه، رجعت للسنوات الستينات وسنوات الخمسينات وسنوات كذا. زوج حاجات اللي دار مزيان هذا العامل في الاقليم، وهنا كنشكروه وانت الساكنه كتشكروا على المجهودات اللي دار في الاقليم ديال مدينه سيدي سليمان، وهو انه تبديل المال العام والنهب والفساد، ودار يده مع العصابات المنتخبه عبد الواحد الخلوقي. والسلام عليكم. كما قلنا هذه الوقفه الاحتجاجيه امام عامله اقليم سيدي سليمان راه ما جاتش عبثيه، وانما هي ضمن سلسله من الوقفات الاحتجاجيه اللي نظمتها الجماعات السلاليه واعضاء الجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان امام العامله. علاش؟ لان القيام ديال المقاطعات ما كينقوموش بالدور ديالهم. كيف يعقل بان قائد مقاطعه قائد قياده في احد الجماعات كيتلاعب باعضاء ديال الجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان؟ فاش كيتلاعب؟ تخيل معايا ان اعضاء باغي ياسوا فرع وجايبوا له اخبار على اخبار قانوني على اساس السيد القائد راه حنا عندي واحد في المكان الفلاني مع الساعه الفلانيه، مرحبا بك عندك الناس ديالك يجيو يحضروا معنا بشكل واضح. انا جي عندك راه باش نخبرك على التاسيس. وتخيلوا معايا ما تيبغيش ياخذ مع دوم اخبار، بمعنى الدولة والدستور تيقول لك اسيدي عندنا حق في تأسيس الجمعيات طبقا للقانون، والمواطنين كيديروا القانون والسلطات المحلية ولات تعرقل تطبيق القانون. راه كارثة عظمى. حنا لا ما قدرناش نأسسوا جمعيات باش ندافعوا على هاد الناس تاع الجماعات السلالية، هاد الناس كيعيدوا يدافعوا على راسهم. حنا بغينا ننظموهم ونأسسوا لهم فروع جمعيات باش يدافعوا عن الأراضي ديالهم والحقوق ديالهم بشكل مستقل وبشكل واضح وقانوني. وللأسف الشديد أقولها لأن السبب الرئيسي اللي خلانا أننا نجيو قدام عملة سيدي سليمان راهما القياد ديال الجماعات الترابيه اللي تعرقلوا بشكل واضح. عندنا النموذج ديال قائد قياده قصيبيه وعندنا النموذج ديال اصغر. هاد جوج قياد راهم تيمتنعوا انهم ياخذوا الاخبار من عند الناس ديال الجمعيه. علاش؟ حنا كنسالوا السيد العامل واش هاد القياد كيتصرفوا طبقا للقانون او لانهم كيتصرفوا طبقا لهواهم وطبقا لامور لا نعلموها. راه محاوله ديال الرفض انك تسلم اخبار راه كارثه. حنا باقي ما وصلناش التاسيس، حنا مازال ما وصلناش التاسيس، وانت من قائد تتمتنع لانك تسلم اخبار وخصك تجاوب شي جواب مبرر. علاش ما بغيتيش تسلم اخبار تاسيس الجمعيه ومن حقك جاوبنا؟ حنا قادين بيك، ياك القانون بيناتنا، حنا عندنا معك قانون، ولكن حنا جينا نقولوا السيد العامل واش اخبارك بان القياد ديال القصيبيه وديال الاصغر وما كيبغيش تسلموا الاخبارات مع المواطنين باش ياسوا جمعيات طبقا للقانون؟ هذا سؤال. هادشي كاين اللي درنا السيد عامل
حنا باغين جواب واضح، جواب قانوني من خلاله غادي نعرفوا الموقع ديالنا ونعرفوا واش غادي نعرفوا هادشي اللي كاين، هادشي اللي كنديروه دابا حنا واش قانوني ولا ماشي قانوني. الله يجازيكم بخير. اليوم هاد الوقفة اللي درنا اليوم راها اساس ديالها هي انهم والاحتجاج حق مشروع، والاحتجاج حق مشروع، والمخزن المال ومخلع، والمخزن المال ومخلع، والاحتجاج حق مشروع، والاحتجاج حق مشروع، والمخزن المال ومخلع، والمخزن المال ومخلع. قلنا قلنا الاخوان راه اللي قادر يعرقل سي الجمعيه حقوقيه راه ماشي عرقلها مجانا، راه ماشي قائد قيادة غيلحب وغيتصرف هاد التصرف دون علم العمالة، دون تدخل من العمالة. هذا قائد خصو يقوم بالمهام تاعو مجردة. أنا مواطن جي عندك عندك إخبار، شد مع هادي الإخبار، صيفط المقدم ديالك يحضر، مرحبا، حنا مش كنديرو شي حاجة مغموضة، ومني غنصوب الوثائق تاعنا راه غنجيبوه لك أنت سيد قائد، ودير إجراءات ديالك، ولا كان شي حاجة غير قانونية جاوبنا كتابيا وقلنا هاد التأسيس راه غير قانوني. أما باش تعترض من الديبار هادي راه كارثة، هذا راه خطر على المواطنين كاملين. إذا كان حنا ما عندناش حق نأسسوا الجمعيات، بينوها في الصور قولوا سيد الجمعيات ممنوعة. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. هاد الجماعة علي الصوت، علي الصوت، علي الصوت، علي الصوت، الاحتجاج حق مشروع، الاحتجاج حق مشروع، والمخزن مال ومخلع. يلا رجال، يلا يلا يلا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس، عاش الملك، عاش الملك العلوية.